شنو رايك في اللي يقول على قيس سعيد سلفي ومحافظ ورجعي وكل هيك التوصيفات قاعدين نسمعوا فيها الان؟ لا رجعي سلفي لا، انا عندي تقريبا قناعه راسخه وانه مش سلفي. تبقينا محافظ ايه، محافظ ايه، وجد محافظ زاد مش حتى محافظ برك، لكن هذا من خلال المشهد. مثل اختر على النمط المجتمعي، على الحقوق، على الحريات، وانت من دعاة النضال من اجل هذه المكاسب كالفون كان. انا كان يحط معاه ناس ويدور به ناس معناها متشدين ومحافظين ياسر ياسر، هو اللي يخوفني. ولو يحط رضا لينين؟ لا ما مش شخص رضا لينين. وانت كان عندك تدوينه حول هذا الشخص؟ لا انا رضا لينين صديقي، راهو صديقي من الجامعه ومن العباد اللي اطروني، راهو هو وسمير بالطيب وسفيان بن فرحات ومجموعه كبيره اللي كنا فرد مجموعه. لا مش مساله، انا ما نحبش التطرف، انا ما نحبش لا التطرف لا اليميني ولا اليساري، ما نحبش التطرف برشا، فهمت؟ لكن انا اليوم هني قلت لك كان جاء واضح وخرج واعطانا رؤيته، صحيح هو مش مسؤول على شكون باش يدعمه، لكن مش كان الدعم راه لازم تكون فما وضوح، لازم يقول غدوه انا كي باش نخرج باش نشد رئاسه الجمهوريه راهو باش نكون اكثر في الشق هذايا، مش شق لا رضا لينين ولا لا تعنيني اشخاص، ولكن رؤيه نتاع رؤيه معينه لازمها تكون واضحه.